مساكم الله بالخير. اليوم بنتكلم عن تجهيز الشورت بلوك علشان يتحمل الغاز، وقد ايش ممكن الشورت بلوك الستوك يتحمل. قبل لا نبدي ادخل على هذا الموقع واقرا اسامي القطع حق الشورت بلوك علشان نختصر الوقت، لان انا ما بشرح هنا. اكثر سؤال وردني على الخاص، قديش الشورت بلوك ممكن يتحمل؟ طبعا في الغاز الشورت بلوك هو اللي يجي عليه البرشر، اما بالنسبه لمن فوق بعض المحركات البلف سلندر راس ان كان حق الانتيك او الاكزوست ما راح يتحمل بشكل كبير، لان اساسا صناعته رديئه، غالبيه المحركات تتحمل. الغاز ما راح يفجر ماكينتك، انت اللي راح تخربها. انت لازم اولا تعرف حدود قوه ماكينتك، ثاني شيء انت راح لازم تعرف كيف تستخدم الغاز. اول حاجه لازم تكون تعرف الشورت بلوك حقك مضبوط، هل ان البساتين حقك يتحملوا؟ اذا كانوا هايبرتكتك انت لا تتجاوز 150. الشمبر حول البستن لازم يكون في جاب، فراغ، الفراغ هذا اذا كان صغير انت برضو ما راح تتجاوز 150، هذه مشكله. لما ينزل بريشر كبير في السلندر الشمبر راح يتسع، يصير اكسباند من الضغط، هذا لما يتوسع ما راح يشوف إلى مكان انه يطلع غير انه يكسر البستن. فعلشان هذا السبب احنا ما نقدر نضغطها ما لم يكون في عيار الى الشمبر، فضاوة الى الشمبر، وايضا فضاوة الى البستن، لان حتى نفس الشيء ماتيريال حق البستن ممكن انه يتوسع مع الضغط. بعدين نجي لحدود التحمل للذراع والكرنك. الحين اذا مثلا على سبيل المثال انا عندي ذراع ممكن انه يتحمل مثلا الى 500 حصان، والماكينة اوريدي فيها 500، نفترض يعني ان الماكينة طلعت ال 500 ان اي، سوينا فيها هاي كومبريشن واشتغلنا فيها فول جوب على ما يقولون، والذراع ستوك شد بلد احنا ما غيرنا، ما راح تقدر تضيف عليه اي شيء لانه اساسا تحمله الى 500 حصان اكثر من كذا تواجه مشاكل. الاول كان يسوي ستروكرات 383 بذراع الشد بلد، وهذه مشكلة لان اساسا ذراع الشد بلد يوصل الى مستوى خلاص يعني فوق ال 400 حصان اساسا ما يتحمل. ذراع ال LT1 وال 350 القديم ما يعيش، ما راح يتحمل، ممكن دائما تعاني من السبايك، يسبك الكرنك مره واثنين وثلاث وتعيد التوظيف مره واثنين وثلاث. الذراع اساسا في عوجاج وهو اللي يسبب السبيك. يعني لا تقول انك تبغى تركب بستن فورقد عشان انك الماكينة تتحمل الغاز، اذا كانت ماكينتك LS او اذا كانت ماكينتك 4.6 2 valve، لان هذين الماكينتين على سبيل المثال لا الحصر اساسا ذراعهم ضعيف فما راح تتجاوز المشكلة. الحل انك تغير البستن مع الذراع، ايضا بتواجه مشكلة. هذه الكرانكات نديولر ايرون ما راح تتحمل فوق ال 500 حصان بالكثير، فوق ال 500 الحصان الكرنكات هذه تتضرر من الضغط اللي يجيها. فلازم تعرف حدود تحمل كل قطعة موجودة عندك في الشورت بلوك، البستن الى وين ممكن يوصلك، الذراع الى وين ممكن يوصلك، والكرنك الى وين ممكن يوصلك. هذه القطع الثلاثة تشكل الشورت بلوك. بالنسبة للسبيكة انا بركب البلاك كوت على اساس انه يتحمل اكثر، مو بالضرورة، إذا أنت شدك ما هو مضبوط ما راح يخدمك. أيضا بلوط الدرعان، بلوط الكرنك مؤثر مباشر في قوة تحمل الذراع وفي قوة تحمل الكرنك، لأن البرشر الزايد راح يأثر أولا على البلط حق الكرنك والذراع، وبعدين راح يأثر على الذراع أو يأثر على الكرنك. فبالتالي اهتم بالبلوط واهتم بال المكونات الداخلية للشورت بلوك، ولا يغرك إذا كان في تجارب إن أعطت أكثر من هذه الأرقام على نفس الشورت بلوك. ممكن نتجاوز الأرقام اللي تكلمنا عنها في حال كان النايتروز ينزل على ستيجات مفرقة أو عن طريق جهاز نايتروز بروغريسيف يكون يدرج الغاز على الماكينة بحيث إنه ما يأثر عليه أثر مباشر، زي لما نقول اثر التيربو اقل من السوبر تشارج لانه يشحن بالتدريج ما يعطي البوست بشكل مباشر. نفس الشيء الناترز تقدر تعامله بنفس الطريقه.
في واحد مرسل لي على الخاص يقول ما ترى لأنه ياباني يتحمل 1000 حصان. أنا عاجز عن التعبير وعاجز عن التعليق، وكل واحد عقله في راسه ويعرف خلاص. بس بتابع ياكم المقطع الأخير إلى موضوع الغاز. بالنسبة للشورت بلوك، إذا أنت بتروح إلى ستروكر إلى مواصفات خاصة، البالانس اللي راح يكون موجود على الستروكر لازم يكون مقرب الأوزان إلى أقرب درجة بين الكرنك وبين ذراع والبساتين. مكونات الشورت بلوك لازم يكون الفايبريشن اللي ينتج عليها أقل ما يمكن على أعلى RPM ممكن. هذه ما راح تكون عن طريق ستروكر عادي. أغلبية الستروكرات لما جيت تشتريها يقول لك إن هي بالانسد. يعني ويش يعني فرق؟ يقول لك 20 جرام أوكي مقبولة بالنسبة لهم، 15 جرام مقبولة لهم، إحنا ننزل حتى إلى 7 وأقل من كذا. الأول لما نجي نشتغل ما كان عندنا الأدوات على نسوي بالانس، الآن موجودة. لما تسوي ذراع وبستن على كرنك شد بلد لازم تسوي بالانس، لأن أساسا كرنك الشد بلد معمول إلى وزن ذراع الشد بلد والبستن الشد بلد. انت غيرت الاوزان لازم تعيد الضبط. طبعا العملية هذه ما هي رخيصة، بس انها ارخص من انك توضب مرة ثانية وثالثة وتخسر كرنك. بشكل عام الشركات لما تجي تبيعك الستروكر ما تكلف على عمرها واجب. احنا لما نجي نحطه نودي الى مثلا داين 101 يخدمونه في شغلة البالانس، نشوف فروق أوزان كبيرة. علشان هذا السبب احنا نسوي البالانس في السعودية، لان صراحة الامريكان ما يصدقون يعني. فعلشان هذا السبب لما جيت تشتري ستروكر لازم تذكر قد ايش ممكن انك تستخدم غاز. يعني الى 200 حصان احنا بنتكلم على البالانس العادي اوكي ما عندي اي مشكلة فيه، ولكن اكثر من هذا لازم البالانس الخاص اللي احنا تكلمنا عنه. طبعا تحديد تحمل ستروكر يرجع الى البايع نفسه اللي راح تعد لك انه هو يتحمل الى هذا المستوى. البقية يرجع الميكانيكي الى التيونر. في النهاية هذا سباق وهذا مغامرة، يعني انت اللي تتحمل كافة النتائج. السلام عليكم.